سير حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل قافلة إغاثية إلى مقاطعة مبود لمساعدة الأسر المتضررة جراء السيول التي اجتاحت بعض أحياء المقاطعة مؤخرا. القافلة عبارة عن بعض المواد الغذائية تم توزيعها على المتضررين، وقد استفادت منها نحو 350 أسرة. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. أخيرا وصلت قافلة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محملة ببعض المواد الغذائية والملابس لصالح المتضررين من السيول التي عرفتها مقاطعة مبود مؤخرا. قافلة استفادت منها حوالي 350 أسرة متضررة، استفادة قد لا تمحو آثار الفاقة والبؤس المرتسمين على وجوه هؤلاء جراء صعوبة الظروف، وإن أسهمت في التخفيف منها. هذه المساعدات ليست ترقى إلى مستوى، ليست بالمستوى الكبير الذي نتيجة لحجم الأضرار التي واجهها هؤلاء السكان، ولكن حسبنا في ذلك هو أن تكون عون ومساعدة لهؤلاء المتضررين. شهادات صادمة تلك التي يدلي بها بعض المستفيدين من هذه القافلة بعدما ذهبت السيول بكل ما يملكون، وكادت تقضي بذلك على حلم العيش في مرابع الصبا والخلان. دار شنا شربوا، دار الباس كامل مشى واسمه في الماء، حتى مواكر تمشات في الماء، وبقيت النار شيبانية هون قاعدة داري ما شو هي الطرفانية ومعايا هو النخشي. قال له ابراهيم هذا سمعتني وندوروا شنو العدو فيه. وكانت مقاطعة مبود قد عرفت خلال الأسابيع الماضية موجة سيول جارفة تسببت في انهيار عشرات المنازل وأبقت ساكنتها في العراء لبعض الوقت، كما شلت الحركة ببعض أحياء المقاطعة وأبقت الساكنة في انتظار المجهول.